تحديات التعليم كتير قوي، اخترتوا منها ايه؟ ثلاثة بس. عصر القراءه، عصر الكتابه، عصر الحساب. يعني في جوانب تانية تعليميه انتم ما تطرقتوش ليها، لان تحديات اخرى المتعلقه مثلا بتيسيرات لذوي الهمم والدمج، في حاجات كتيره في تحديات التعليم بالنسبه للاطفال، لكن انتم ركزتوا اكتر على اللي هم اكتر ثلاث حاجات الناس بتلخبط ما بينهم، لان الناس مش فاهماهم. وكمان فرق هي رفيع قوي بالظبط، طالما حاجه هي مش ظاهره جسديا الناس مش بتحب ان هي تروح. لا انا ممكن ابني في حاجه في مخه مثلا ان هو يسجلها في وزاره التربيه والتعليم او حاجه، لا هو مش عايز يقول ان ابنه في حاجه مثلا اصل غبي شويه عن صحابه بالظبط، بيخافوا. فاحنا كنا عايزين برضو نوضح المفهوم ده، انه لو هي حاجه مش باينه، لا حتى لو يعني مش لازم تبقى حاجه تكون بارزه عشان ناخد خطوه او كده، لا هو ممكن تكون حاجه مش باينه بس نحاول نتعامل معاها. فهي نقطه مهمه جدا، اولياء الامور بيبقى عندهم بعض في بعض الاوقات كده من ناحيه اولادهم خوف زايد عليهم في المواقف اللي زي دي مثلا. يعني لو ابنهم عدواني شويه، تيجي حد مثلا يقول له طب ابنك مهايبر كده، حركته مش عارف ايه، عدواني شويه، لا انا ابني زي الفل. طب ما احنا نفهم وناخد ابنك نروح لمختص ونسال الولد ده هل عنده حاجه ولا هل هو طبيعي ولا لا، وعلى هذا الاساس ده في مصلحته بالمناسبه. يعني احنا طبعاً حتى بعد ما قعدنا مع دكاتره كتير واتكلمنا مع دكاتره التخاطب ودكاتره مختصه في موضوع صعوبات التعلم، قالوا لنا ان دي حاجه بتجيلهم كتير جدا، انه لا انا مش عايز اي حد يعرف انا ابني ما فيهوش حاجه، لا انت ايه اللي انتم بتقولوه ده. واماكن مختصه في الموضوع ده بيقولوا لنا انه الموضوع ده بيجي يمكن كل يوم مره واثنين وثلاثه. فدي حاجه عشان كده ده برضو عادي جدا، في فروق ما بين الاطفال وده طبيعي. طيب حبيبه، انا النهارده لو انا عندي ابن عنده ما بيعرفش يقرا كويس او مش عارف يكتب كويس، ازاي اعرف ان هو عنده مشكله؟ يعني ازاي اعرف المشكله اصلا من الاول؟ طبعا هي احنا يعني مش دكاتره، بس احنا عملنا الريسيرش بتاعنا، وكل اللي بنحاول نعمله في البروجكت ان احنا نوصل الناس للناس المختصه او الدكاتره المختصين في الموضوع ده، ان هم بقى ازاي يساعدوهم. بس الحاجات اللي احنا وصلنا لها من خلال البحث اللي احنا عملناه، ان في زي علامات بتبان على الطفل من وهو ممكن من ابتداء من 3 سنين. زي ايه؟ ان هو يكون متاخر في عن صحابه قوي في ان هو يعرف يكتب الحاجه، ان هو مثلا يعني كل صحابه عارفين يقروا بطريقه معينه في الكلاس، هو مش عارف يقرا بالطريقه دي، مثلا مش بيكتب على خط واحد، الحروف تنزل قوي ده شكلها غريب. دي فيها مشكله؟ بيبقى فيها يعني بس دي من التحديات بسيطه قوي. بس انا وصلت للسن ده وما بكتبش. بيبقى فيه يعني اللي هو الكلام بعيد قوي عن بعضه، واللي هو نازل لدرجه ان يعني الشخص اللي بيصلح ما يبقاش عارف يقرا. وانا لو اهلي خدوا بالهم مني وانا صغير مش وصلت للمرحله دي. يعني اللي عنده عسر في القراءه مثلا بيحتاج ان الورقه تبقى فيها الكلام كبير وهايلايتد كده، انه يبقى وعلى ورق الوان، ورق ملون ووقت اكتر بالظبط في الامتحان او ايا كان. بيبقى محتاج حاجات اللي هو مثلا بيكتب مثلا حروف بالمشقلب، حاجات كده بتبان في الاول. طبعا في طرق كمان بتساعدهم يعني كتير قوي. الناس قالوا انه ان انت لو قريت لهم بالراحه او خليت القرايه دي حاجه مش ممله ليهم، هم هينبسطوا بحاجه زي كده وهيحبوا يعني ان هم يكملوا في الموضوع، ان هم يبقوا عارفين ازاي يعملوا كده، يقروا ازاي صح. دوركم ايه في كل واحد بقى تقول كده دورها ايه في هذا المشروع؟ انتوا 8 بنات، احنا شايفين هم دول البنات اللي طبعا كل التحية للباقي طبعا مش موجودين معانا، لكن عايزين نعرف طبعا الادوار كانت عامله ازاي، كل واحد دوره كان عامل ازاي في هذا المشروع. ده كان ايفنت عندنا امبارح، عملنا بوث وجبنا عملنا اكتيفيتيز، واهالي بقى جم ولعبوا معانا، وكل ام كتبت لابنها ورقه مكتوب فيها حاجه هي بتحبها فيه، ولعبنا معاهم حصل وما حصلش، قلنا لهم شويه حاجات كده الاهالي كلها بتتفق عليها. وعملنا ايه تاني، وصورناهم صوره مع بعض، واحنا عملنا فلتر على انستغرام صورناهم بيه وطبعنا لهم صور بولرويد وكده يروحوا بيها كميموري بس كده. طبعا احنا في الحاجات دي بنقسم بقى الموضوع، يعني بنقعد مين عمل ايه. بنقسم بس احنا يعني في الاخر كله بيخش في بعضه يعني، عشان اللي هو كل واحده تلحق الثانيه. بس يعني اللي هو بنحاول، بس ممكن نتقسم ناس ماسكه الميديا كفرج بالظبط، ناس مثلا بتنزل تعمل الميتنجز الحاجات الاون جراوند تروح تتكلم مع شغل الاعلام بقى. انا اللي عاجبني قوي ان دلوقتي كنت لسه اقول ان دلوقتي في مشاريع التخرج مش بس
يعني واقفة عند فكرة ان انا اروح اعرضها على الدكتور بتاعي. لا, لا, لا انا الموضوع اكبر من كده بكتير. انا بسوق لمشروعي وعايزة انجحه وعايزة اوصله. وانتوا في الحقيقة المشروع انا بالنسبة لي مش بالنسبة لي كمان يعني انكم موجودين هنا النهاردة بالنسبة لنا كلنا المشروع ناجح جدا وكويس جدا. هتجيبوا ايه يعني ان شاء الله؟ ان شاء الله.